أصدقائي، قبل ما نبلش المقطع بدي أقولكم ما تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا القناة وتتابعوني على حسابي على الانستغرام. وهلا بقولكم مشاهدة ممتعة. أوكي يا تحسين، خلاص بكرة الصبح كلياتها طالعين على المزرعة نقضي فيهم كم يوم. اتفقنا، معناها جهز حالك من هلا عشان بكرة الصبح لما نطلع بالسيارة ما نضل ساعة نستناك متل كل مرة. فهمت أبو تحسين؟ ما نستناك. يلا ماشي، سلام سلام. ايش هالاخبار عم نسمعها ابو عبيدة؟ مثل ما سمعتي، بكره الصبح كلياتها طالعين على المزرعه نقضي فيها كم يوم، بما انه هيك هلا الجو بكون حلو في ثلج وما ثلج، فقومي انت هلا جهزي لي شنطتي كلياتهم وظبطي لي امورك. ايه متكرم عيونك، واخيرا بدنا نطلع شي مشوار، خمس دقائق تكون شنطتي كلياتها جاهزه. وراح بكره لسه، بكره مو اليوم هبلتي. لحظه شوي ابو شريك، سكر شوي بحكي مع خكر. طولوا بالكم، انا مزرعه ما مزرعه، اليوم صار معدي نهارين على راس السنه وانا لسه والله ما وصلتني هديتي. لا يا شيخ، هديه قلت لي. طبعا انا راح اضل هون، ما فشرت بعينك اتركك انا هون عشان تروح تصيع انت ورفقاتك بالقهاوي والكافيتريات وقلة الحياه. بابا ما راح اروح لا على قهاوي ولا كافيتريات ولا كافيهات ابدا، راح نجمع بعضنا كلياتنا رفقاتي وراح نضل هون. عم بقوله لانه بابا نويل مصر متاخر على تركيا وراح يبلش هلا توزيع الهدايا. اقسم بالله، بتعرف اكثر شغله ندمت عليها بالحياه انا شو؟ لا ما بعرف. شو؟ اني جبتك على هالحياه يخرب بيتك من حالك، ولو صرت قد الشنطير ولسه هلا بتقولي بابا نويل وبطيخ. ولك بابا انا اصلا مجهز قنينه. ليك كلياتنا هذا رح نكتب نحن على ايش مشتهيين، انت على ايش مشتهيين، رح اكتبوا كلياتهم واشقهم احطهم هون بالقنينه واشرف القنينه بالبحر، وبابا نويل رح يجي ياخذها من البحر ويجيب لنا الهدايا اللي بدنا اياها. ولك ابني انت اهبل شيء، ولي بده يجلطني هذا ولي. ليش بدك تنجلط؟ بس اكتب امنيتك وحطها بالقنينه وبابا نويل رح يجيب لك اياها. هي نهاية سبيس تون، هي نهاية سبيس تون وهم بيصيروا كلوديان بالعربي، هبلته للولد. عن جد عبادة، يعني انا هلا اذا كتبت على الورقة انه بدي شوكولاتات كتير بابا نويل تبعك رح يجيب لي اياهم كلهم؟ طبعا رح يجيب لك اياهم مجودة. والله حلو، عالمالية احسن من ابوك هاد. عجبك هيك؟ نزعته لاخوك يا حشرة. لك يا جماعة ليش كنا مكبرين الموضوع؟ ولك شغلة بسيطة، بس اكتب بدك اياه وحطه بالقنينة، ليش مستكترين كنت تفرحوا؟ ولك مستكترين الشغلة بس تبيا، ايش الشغلة يعني؟ بابا عالفاضي، عالفاضي لا تعذب حالك، خلاص حاطط شغلة براسه بدي تم يزن، باخذ منه هالدفتر واكتب وريحنا كرمال الله يخرب بيتك عم بتزن، هقول لك شغلة، هذا الدفتر انا رح ابلش اكتب. ايها شايفة شلون؟ امسكي. بما انكم كلياتكم خلصتوا ما بي غير امي. امي هاي امي 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 ولا كلمة، سمعت كل شيء، هات خلصني. ايها تفضلي. ايه تلعين تطرقك. انا اذا بياخذوك وبريحوني منها كنت حققت نية عمري. مسوك شقة وحطها بالقنينة وين بدك اشرفها اشرفها لعين تطرقك. مسوك لازم اشرفهم ببحر قريب مشان بابا نويل اول شيء ياخذ قنينتي. Thank you.
أنا مش بيك. في 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 حرامي بالبيت. في حرامي بالبيت. حرامي؟ وينه؟ وينه؟ لك أنت وين عم تدور؟ عبالك في حرامي بالبيت. شو؟ الله يخرب بيتك من حواليك. الله لا خليك تندم. أم عبادة بيتها ينسرق طول بالك. والله شفته بعيوني، شفته بعيوني. قلتي لي تعي افرجيكي. قولي دخلت جوا. الله يا حشره، انا بفرجيكي. عفاريت يعني؟ لك والله انا ما خرفت، شفته بعيوني. يلا ايش كنت داخل على تسرق؟ وليش دخلت بيتي انا تحديدا؟ وهذا كيس اللي معك ايش فيه؟ قولك احكي، ايش بخبز زي ما انت بتضحك علي؟ شايفني شيرة مخطي انا شي؟ شفتك بعيوني يخرب بيتك من حالك. اي والله لا تاكل قتل، لا تاكل قتل لحتى تفرق بيت ام عبادة عسى انه رمح باب انسرق يا حشرة. قرع تريف. مين 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 جايبني الهدية؟ امي غدي ايش عملتي؟ ايش عملت؟ ما عملت شي، مسكت لكم الحرامي. قولك امي هاد مو حرامي، هذا بابا نويل حكيت لك عنه اللي بوزع هدايا. ايش عملتي انتي؟ امي ليش ربطتي امي هاد مو حرامي؟ لا لا مو حرامي مو حرامي. قولك امي كان جايب هدية غالية كتير، ليش ربطتي هدية؟ ايش فيك؟ وين؟ مين؟ وينه بابا نويل؟ هلا انا بقول لك وينه بابا نويل، عم تدور عليه؟ نايم بالمطبخ مو؟ انا بفرجيك، تعال لك وينه؟